السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى جولة جديدة من جولاتنا في حديث الصحافة. والبداية من صحيفة العرب اللندنية التي نشرت مقالا للياس ورد تحت عنوان رؤية للوضع السوري في ضوء الاتفاق النووي الإيراني. قال فيه: تم توقيع اتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي، يرجح أن تكون الدول الغربية والتي تدعي صداقة الشعب السوري قد ضحت به بالثورة السورية على مذبح هذه التسوية، وقدمت الملف السوري لإيران ثمنا لتنازلها عن برنامجها النووي، ما يعني احتمال بقاء نظام بشار الأسد في الحكم بشكل أو بآخر. ويضيف الكاتب: إن الرد الأمثل على هذا الاتفاق مهما كانت ملحقاته السرية والضامن الأهم والأقوى لاستمرار الثورة ووصولها لأهدافها ولو بالحد الأدنى الذي لا يقل عن رحيل النظام وعلى رأسه المجموعة الأسدية وكل من شارك في أعمال القتل وفي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفي النهب المنظم لثروات سوريا وشعبها وضمان نظام ديمقراطي يحترم الإنسان والمواطن بغض النظر عن القومية والمذهب والجنس والانتماء السياسي. وختم الكاتب بالقول: أجل، إن معركتنا مع هذا النظام الذي تخلى عن كل مقومات السيادة الوطنية هي معركة كل الدول العربية وكل الأحرار في المنطقة والعالم، وآمل أن يقتنع الإخوة الخليجيون بذلك ويقوموا باتخاذ وتنفيذ ما يلزم من إجراءات لدعم جبهة الثورة السورية، خط دفاعهم الأول. وبالانتقال إلى صحيفة الشرق الأوسط، كتب عبد الرحمن الراشد مقالا تحت عنوان ثورة سوريا أقوى من اتفاق أمريكا إيران. قالت فيه: ما تحدث به مسؤولون في الثورة السورية من أنه يمكن أن يدفع السوريون ثمن الاتفاق النووي الأمريكي مع إيران في جنيف ليس صحيحا، ففي رأيي سوريا هي آخر المتضررين من هذا الاتفاق إن كان هناك حقا متضررون. السبب في حصانة الحدث السوري أنه نشاط داخلي وليس عملا مصطنعا أجنبيا، لا يمكن أن نقارنه مثلا بأفغانستان حيث أن إسقاط حركة طالبان وإقامة نظام بديل في كابل جاء بالكامل من الخارج. وإيماني بحتمية سقوط نظام بشار الأسد ليس عن تمنيات أو مبني على تخلي الحليف الإيراني عنه أو ارتفاع الدعم الخليجي للثوار، لا أبدا. السبب الرئيس أن النظام لم يعد يملك مقومات البقاء التي مكنته من الحكم لمدة 40 عاما. المنظومة العسكرية الأمنية السياسية تهاوت، وهو يقف اليوم على قدمين خشبيتين إيرانيتين، وهذه لا تدوم. والسبب الآخر المهم أن الأسد الأب ومن بعده ابنه كان يطرحان في الماضي نفسيهما كوطنيين سوريين. اليوم غالبية الشعب السوري ترى في الرئيس بشار الأسد شخصا طائفيا من طائفة صغيرة، وهذه تجعل من المستحيل القبول بنظام مرفوض من قبل الغالبية الساحقة من الطائفة السنية والتي تشكل أكثر من 70% من السكان. السبب الثالث وراء نظرية حتمية السقوط الكم الهائل من الدماء التي أهدرت. وختم الكاتب بالقول: إنما يفترض ألا نخلط بين ثوار سوريا ومفاوضي جنيف الإيرانيين والأمريكيين، لأنه لا علاقة حقيقية بين المناسبتين رغم أهمية سوريا وخطورة أحداثها على المنطقة. بالنسبة لإيران رضخت وطلبت تفاوضا لأنها أصبحت تختنق بسبب العقوبات وتريد تخفيفها. أعزائي المشاهدين، وبالانتقال إلى صحيفة القدس العربية التي نشرت مقالا تحت عنوان محاور جديدة في المنطقة على أساس طائفي. قالت فيه: التطورات السياسية والأمنية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تنذر بتكريس محاور جديدة، وللأسف قد تكون على أساس طائفي. فإلى جانب المواجهة الإقليمية حول سوريا، حيث تدعم دول خليجية أبرزها السعودية المعارضة السورية، ويشن الإعلام السعودي حملة عنيفة على إيران بسبب تدخلها بالنزاع السوري، تتبنى طهران خطاب النظام السوري واتهامه لدول بعينها من بينها السعودية وقطر وتركيا
بتمويل الإرهاب في سوريا. اليوم يترافق ذلك مع تطور جديد هو التقارب بين إيران وأمريكا بعد 33 عاما من الصراع، وهو ما يبدو أنه سيساهم بتغيير التحالفات والعلاقات في المنطقة، خاصة مع شعور دول الخليج بالتهميش بعد الاتفاق والكشف عن شهور من المفاوضات السرية بين إيران وأمريكا. رغم أن الاتفاق النووي واضح في هدفه النهائي، أي منع إيران من الحصول على سلاح نووي، إلا أن التقارب الأمريكي الإيراني هو الذي يثير المخاوف في كثير من العواصم العربية، لا سيما في الخليج، إذ أن الوجهة المحتملة لهذا التقارب وكيفية توظيفه من جانب أمريكا وإيران كل من جانبها تبقى مجهولة. فإيران ترشح نفسها للقيام بدور إقليمي يتماشى مع رغبة أمريكية في التخفيف من الأعباء المباشرة لاستراتيجياتها في المنطقة العربية للاعتماد على أطراف إقليمية مؤهلة. يحدث ذلك فيما يمر العالم العربي بمرحلة تحول وعدم يقين، لكن الظروف التي هيأت لإيران الشاة في السابق أن تكون شرطي الخليج لم تعد قائمة لمنح إيران ولاية الفقيه مثل هذا الدور. ويختم الكاتب بالقول: ومع ذلك لا بد للعرب وبالأخص عرب الخليج أن يتعاملوا مع المتغيرات الراهنة بسياسات أكثر حنكة ومرونة وتماسكا، أقله للحد من الخسائر. وبالانتقال إلى مجلة عين المدينة، حيث كتبت حياة خضر مقالا تحت عنوان مدارس تقف على قدم واحدة وتواصل الوقوف، قالت فيه: المدرسة السورية عامان مرة وهي تحن إلى أصواتهم، فلا تصلها إلا أصوات القذائف والانفجارات. عامان وهي تشتاق إلى صخبهم، فلا تسمح سوى صخب النازحين الذين لم يجدوا ملجأ لهم غيرها. تستعد المدرسة في دير الزور وريفها روادها من الطلبة، ولكن مع صعوبات كبيرة ومشاكل من شأنها أن تجعل العملية التربوية تسير على قدم واحدة. أول وأهم مشكلة واجهت افتتاح المدارس كانت مشكلة النازحين، إلا أن الأهالي وبمساعدة المجالس المحلية في كل منطقة عملوا على إعادة توزيعهم بشكل يتم معه إفراغ عدد من الصفوف لتصبح مؤهلة نسبيا لاستقبال الطلبة. ولا تنتهي معاناة الطلبة هنا، فهناك نقص كبير جدا في عدد المقاعد الدراسية في الكثير من المدارس، بالإضافة إلى مشكلة تأمين الكتاب المدرسي، حتى أنه بإمكاننا القول إن الكتاب المدرسي لم يعد مجانيا في مرحلة التعليم الأساسي، لأن أولياء الأمور مجبرون على شراء الكتب المدرسية لعدم قدرة المدرسة على تأمينها غالبا. كما أن هناك مشكلة كبيرة في بعض مناطق الريف التي لا يمكن لأبناء المنطقة تغطية حاجة المدارس فيها إلى المعلمين، ولا يوجد فيها نازحون يمكن أن يغطوا تلك الثغرة، فتبقى صفوف كثيرة بدون معلم مختص في الرياضيات أو في اللغة الإنجليزية مثلا، وبالمقابل تجد عددا فائضا عن الحاجة من المعلمين في مراكز المدن التي تستوعب عددا كبيرا من النازحين. أعزائي المشاهدين، وبالانتقال إلى صحيفة العهد، حيث كتب عبد الله زيزان مقالا تحت عنوان فرص نجاح جنيف 2، قال فيه: إن ما يمارسه أصدقاء الشعب السوري من ضغوط على المعارضة للمشاركة في هذا المؤتمر من دون شروط مسبقة يعد دليلا جديدا على تواطؤ النظام العالمي، ويدل على نية مبيتة لتمرير مؤامرة ما تجاه الشعب يجب الانتباه لها وإجهاضها منذ بدايتها. ويأتي الحديث الآن عن مؤتمر جنيف 2 في ظل هذه الأجواء الآنفة الذكر، مما جعل المواطن السوري البسيط أبعد ما يكون عن التفكير بهذا المؤتمر وما قد يتمخض عنه من حلول يروج لها باستمرار المجتمع الدولي عبر وسائل الإعلام، وكأن القضية السورية كلها ستحل إذا ما حضرت أطراف القضية هذا المؤتمر. ويضيف الكاتب: وكلما اقترب الثوار من حسم الأمور عسكرياً يأتي هذا المدد عابراً للدول ليصل إلى النظام السوري ليقف على رجليه مرة أخرى في أبشع صور التخاذل العالمي،
وإذا ما ابتعدنا عن التشاؤم من مواقف الدول الغربية، فلا بد لإنجاح هذا المؤتمر من مقدمات صحيحة تثبت حسن نية منظمي هذا المؤتمر، وعلى رأسها أن يكون الأسد خارج اللعبة السياسية شرطا أساسيا ومسبقا لعقد هذا المؤتمر، وألا يكون لإيران أي دور أو حضور فيه. إن ما يمارسه أصدقاء الشعب السوري من ضغوط على المعارضة للمشاركة في هذا المؤتمر من دون شروط مسبقة يعد دليلا جديدا على تواطؤ النظام العالمي. وختم الكاتب بالقول: حتى ولو عقد المؤتمر ومهما كانت نتائجه، فالكتائب على الأرض لن ترمي السلاح خلال هذا المؤتمر أو بعده، فالسلاح الذي استمات السوريون في جمعه لمقاومة النظام لن يسلم إلا بعد سقوط النظام الحالي بأركانه ورموزه كلها، حينئذ فقط سيسلم للحكومة المدنية الجديدة التي تحظى بالقبول من عموم الشعب السوري الثائر. ننتقل الآن إلى وكالة أنباء الأناضول التي أوردت في خبر لها: استنكار اتحاد العلماء المسلمين لقرار أنغولا بمنع المسلمين من ممارسة شعائرهم. جاء فيه: استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قرار السلطات الأنغولية منع المسلمين من ممارسة شعائرهم على أراضيها وهدم مسجد الشهر الماضي، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الأنغولية قررت حظر الإسلام على أراضيها ومنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية بدعوى أن الحكومة لا ترحب بالمسلمين المتشددين على أراضيها. وفي بيان الاتحاد العالمي أن السلطات الأنغولية هدمت يوم 17 من تشرين الأول الماضي مسجداً في بلدية فيانازاغو بالعاصمة لواندا، وقال الاتحاد أنه يستنكر بشدة قرار السلطات الأنغولية بشأن حظر الإسلام على أراضيها، ومضى قائلاً إن ذلك القرار يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة والحرية الدينية، ويتنافى مع مبادئ التسامح والتعايش السلمي لا سيما في أفريقيا التي يشكل المسلمون أكثر من نصف سكانها. كما أعرب عن تضامنه ووقوفه مع الأقلية المسلمة في أنغولا وطلب من قادتها الصبر والحكمة والتعامل مع الموقف بعقلانية بعيدة عن ردات الفعل المتطرفة. أعزائي المشاهدين، وبالانتقال إلى صحيفة يني شفق، حيث كتب الكاتب إبراهيم كراغول مقالا تحت عنوان إيران والغرب ولعبة لي الأذرع. جاء فيه: إن الاتفاق الذي أبرم في جنيف بين إيران ودول 5+1 حول برنامج إيران النووي هو اتفاق تاريخي بجدارة. وأضاف الكاتب: إن الظاهر لنا من الاتفاق هو التوصل إلى صيغة اتفاق بين الأطراف توقف بموجبها إيران جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم، فيما تقوم الدول الغربية بتخفيف العقوبات الصارمة المفروضة على إيران، ما يمنح نظام طهران فرصة لالتقاط أنفاسه وتحرير قسم من أمواله المجمدة. وإذا استمرت الأطراف بالتقدم نحو تحقيق اتفاق نهائي، فإن الاتفاقية المبدئية المبرمة حاليا ستشكل أرضية وقاعدة للاتفاقات المستقبلية. وأشار الكاتب أن التوجه نحو إقفال مرف برنامج إيران النووي يعني التخلص من مشكلة مثيرة للجدل، ويفتح باب الحوار لإيجاد حل لبقية المشاكل، فضلاً عن أن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران سيعزز العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإيران، ويخفف الضغوط عن القيود التي تعاني منها المصارف التركية والتي تتعامل مع إيران، منوهاً إلى أن الانتعاش الاقتصادي ما هو إلا جزء من فوائد الاتفاق الذي سيفتح الباب أمام التطبيع والعلاقات المتبادلة. وتابع الكاتب: إن إيران تنظر إلى الاتفاق على أنه نصر للدبلوماسية الفارسية واعتراف بحقوق طهران باستغلال الطاقة النووية، فيما ينظر الغرب إلى الاتفاقية أي أنها حققت له مبتغاه بتجميد تخصيب اليورانيوم الإيراني، موضحا أن تركيا دعمت اتفاق جنيف الذي كان هدفا لسياسة أنقرة والتي لم تتغير في هذا الاتجاه منذ البداية. ونوه الكاتب أن الأيام أثبتت أهمية الجهود التي بذلتها تركيا من أجل السلام في المنطقة، مذكرا باتفاقية 17 من أيار عام 2010 الموقعة بين تركيا وإيران والبرازيل من أجل إحلال السلام في المنطقة،
والتي أجهضت وقتئذ من قبل مجتمعي جنيف الذين لم يجدوا أن من اللائق قيام بلد مثل تركيا والبرازيل بتلك الخطوة وتحقيق السلام على خلفية قضية دولية مثل برنامج إيران النووي مثلا، بل وعملوا أيضا على معاقبة تركيا والبرازيل بسبب الجهود التي بذلت من أجل إيجاد حل لملف طهران النووي، مؤكدا على أن الدبلوماسية الفارسية أرغمت الجالسين على الجانب الآخر من الطاولة على الخضوع لمطالبها، لأنها أدركت أن النفط والغاز الطبيعي الذي تمتلكه قادر على جر الغرب لفعل ذلك، وطبعا عن طريق تركيا بحسب الكاتب. إلى هنا نصل إلى نهاية جولتنا في حديث الصحافة إلى هذا اليوم. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.